L'évolution positive des économies africaines et de réaffirmer la relation de consubstantialité entre la migration africaine. نبدأ أشغالنا، يقول السيد الوزير. Monsieur le ministre et cher Robert Dussé. الوزير والصديق السيد روبير دوسي، أخواتي إخواني أصحاب السعادة الوزراء السيد والسيدات، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم في هذا المؤتمر الإقليمي حول إفريقيا الشمالية في موضوع الوحدة الإفريقية والهجرة. كنت أود أن أرحب بكم هنا في الرباط، ولكن أجندة ارتأينا مع السيد صديقي وأخي السيد روبير، اخترنا هذا النوع من المؤتمر على الانترنت. هذا المؤتمر يندرج في إطار الإعداد للمؤتمر حول الوحدة الإفريقية في لومي. Consultation régionale en préparation du dit congrès après celle de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Ouest. سمر واليوم يسعدني ويشرفني أن أشارك في رئاسة هذا المؤتمر مع أخي وصديقي السيد روبير دوسي، وهو وزير الشؤون الخارجية الاندماج الإقليمي والتوغولينيين المقيمين في الخارج. أود أن أهنئ مرة أخرى أخي السيد روبير وجمهورية التوغول على العمل الدؤوب لإشراك كل الأفارقة في إطار هذه المقاربة المبتكرة والمتجددة لضمان تكامل واندماج الأفارقة بما في ذلك الأفارقة المقيمين في الخارج. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.